عايزه ارجع لك يا اسلام، وعايزه انت كنتي بتقولي في البدايه خالص وانت بتعرفي البدايه بتاعتك كانت عامله ازاي، قلتي انه كل الناس كانت ضدك. ازاي كل الناس كانت ضدك ودلوقتي الموقف عامل ازاي؟ وانت بتقولي ان بابا برضو ملوش علاقه خالص بموضوع الجزاره ده، فيعني هما كانوا ضدك وحصل التقبل بعد كده ازاي؟ بصي، هو في البدايه انا بابا ما كانش يعرف ان انا دخلت مجال الجزاره اصلا. كنت عايزه اي حاجه تطلعني من الصدمه اللي انا كنت واخداها بتاعت ان انا ابقى مضيفه. فبابايا ما كانش يعرف اي حاجه، كان بس كل ما اروح يلاقوا ان انا ريحتي لحمه، فانت ريحتك لحمه ليه؟ والله. وكنت ما اطلع، شكوش انك بتعملي بعد الشر جريمه او حاجه. لا انا ماما هي اللي كانت تقعد تقول شايفين لي انت بيشوفوش هدومك بقع الحاجه دم ريحه. مثلا كده او حاجه على الهدوم؟ كنت بغير يعني، انا دايما ببقى مثلا عشان ما ينفعش انا كبنت طبعا. غير الرجاله بقى، الرجاله ممكن يطلع عادي بهدوم فيها دم. انا بدخل الحمام في النادي، في نادي قدام الشغل عندي، كنت ادخل اغير واطلع، ما ايوه ينفعش طبعا امشي بهدومي فيها دم. بالظبط. فاول ما اروح في ريحه لحمه، في ريحه لحمه، انت بتعملي انت بتشتغلي فين؟ فلحد ما قلت لماما، قلت لها انا بساعدهم بس وكده، قعدت تقول لا وبتاع ومش عارف ايه. فوقتها انا اخدت يعني اخدت قرار اللي هو لا، هي كده يا مش هتعامل معاكوا تاني. ولما حصلت الإصابة اللي طلع بسببها اسم كبدك، خبيتها بقى وكانت ليلة مامتك ما يعني، قالتش ماما وقتها قلبت الدنيا، والله ما انت نازلة تاني، انت رايحة ولما تتعوري. هتتجوزي مش عارف ايه وكلام بقى من وقتها صممت علشان خاطر حسيت ان انا لا، انا كده يعني انا مش كل شويه ما يحصل معايا حاجه استسلم واقول لا واسمع كلامهم وافضل قاعده، لا انا لازم اشتغل عشان انا كمان مش كائن بيتوتي خالص. انا بحب الشغل جدا، بالظبط، شخص يعتمد عليه. بحب كده قوي. فابتديت ان انا بقى ايه يعني، امي مثلا ممكن تلاقيني قايمه 4 الصبح بلبس ونازله، انت رايحه فين؟ رايحه السلخان. انت مجنونه، انت مش عارف ايه. بتذبحي يا اسلام؟ كل حاجه، بتذبحي بذبح حلال وانزل الله اكبر اشتري وتقومي جايه؟ بعلم واعمل اتعامل في كل حاجه. ما بتخافيش؟ لا ما بتتوتريش؟ انا الكلام ده يا جماعه والله يعني بيحسسني ان انا جحده، بس انا مش جحده لا والله. مش جحده، مش جحده. في على فكره رجاله بشنبات وبتقلق وبتتوتر من الذبح، لا ما تحضرش الموضوع، لحظه الذبح في بصي عيد الاضحى. هو مش هضحك عليكي، هو في البدايه الموضوع بيبقى فيه رهبه. رهبه بالظبط، تحتك روح ومش اكيد مش متعوده انك يعني كل شويه بالظبط. بس بعد كده هتحس ان الموضوع عادي جدا، عارفه انت يعني اول شغل بقى. اول ما اشتغلتي شغلك، او في البدايه ما كنت تقعدي مع الضيف كنت بتقلقي واللي هو بتتوتري وكده، وحياتك. ده تمام حقيقي. صح، ده نفس الموضوع عندي في السلخان، طبعا كنت قلق وفي رجاله كتير حواليا وانا البنت الوحيده، انا البنت الوحيده في اسماعيليه الجزار، تمام. ما شاء الله. فاما بقيت ان انا ادخل سلخانه كل الموجودين رجاله، فطبعا الموضوع كان بيبقى فيه يعني ان انا كمان اعمل شخصيه قدام الناس دي، اخدت وقت جامد جدا، اخدت سنين. انا مبسوطه بيكوا انتوا الثلاثه.